مرحبا أيها السيدات والسادة، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. كل عام وأنتم بخير. تلفزة الموريتانية إدارة وعمالا تهنيكم بمناسبة حلول الشهر الكريم، راجين من المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى علينا وعليكم وعلى الوطن باليمن والبركة والإيمان. أيها السادة، في أولى حلقات برنامج سهرة رمضانية في حلته الجديدة، أيها السادة، سنتناول موضوعا مهما، موضوعا فقهيا مهما، وهو الإنفاق عموما والإنفاق في شهر رمضان بشكل خاص. كما سنتناول يا سادة في الجانب الطبي من هذه الحلقة موضوعا هاما كذلك، وهو موضوع أمراض القلب والشرايين وسبل الوقاية من هذه الأمراض. يشرفني يا سادة المشاهدون الأفاضل أن أرحب باسمكم بضيفي الكريمين السيد الدا والسيدي والعمر طالب، وهو وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي. مرحبا معي الوزير، كل عام وأنتم بخير. مرحبا. ودكتور خالد سلمو بية، وهو رئيس الهيئة الموريتانية لأمراض القلب. مرحبا بكم معنا دكتور، كل عام وانتم بخير. شكرا، كل عام وانتم بخير. وقبل ان نبدا النقاش يا سادة رفقة ضيفي، ادعوكم فيما يلي الى متابعة توطئة لموضوعنا الفقهي من اعداد زميلي مو احمدنا. شهر رمضان فرصة الباحثين عما ينفع المرأة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، حيث تعظم الأجور وترفع الدرجات، ويتنافس عباد الله في الخيرات والتزود من الطاعات. الطاعات التي يشكل الإنفاق في هذا الشهر الفضيل أحد أركانها الأساسية، لما له من أثر بالغ في تكافل المجتمع وتوثيق العلاقات بين أفراده. ولئن كان الإسلام قد توسع في مفهوم الصدقة لتشمل العتق من النار ودخول الجنة إلى جانب سعة الصدر والراحة النفسية، فإنه لم يربط الإنفاق بالمال، بل ترك الباب مفتوحا فتنوعت وتعددت الصور، وترك الخيار للذين يقرضون الله قرضا حسنا يضاعف لهم أضعافا كثيرة. فمن أهم العبادات التي على المسلم أن يتقرب بها إلى الله عز وجل في هذا الشهر الكريم الإنفاق. وقد أخرج الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفضل الصدقة صدقة في رمضان. فمن أحق الناس بالإنفاق في الشهر الفضيل؟ وكيف نضمن الإنفاق دون الوقوع في الرياء؟ وإلى أي مدى يبطل المن والأذى الإنفاق؟ سنجيب بطبيعة الحال على هذه التساؤلات التي وردت في نهاية هذا التقرير، لكن قبل ذلك معالي الوزير، نود تعريف الإنفاق. ما هو الإنفاق الذي حثت عليه شريعتنا الإسلامية الغراء بشكل كبير؟ ورد ذلك في القرآن الكريم، فيما ورد كذلك في سنة المطهرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. بداية أهنئكم وأهنئ نفسي وأهنئ الأمة الإسلامية بما هنأ به الحبيب عليه الصلاة والسلام هذه الأمة قبل أكثر من 14 قرنا. أتاكم رمضان شهر يغشاكم الله فيه، فينزل فيه الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب الدعاء ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. لا شك أن هذا الموضوع الذي اخترتم لهذه الليلة المباركة، موضوع الإنفاق في بشكل عام والإنفاق في الشهر الكريم بشكل خاص، موضوع موفق لكنه متشعب جدا، والكلام فيه يتسع ولا تسعه حلقات عديدة. لذلك سأحاول بحول الله أن أختصر وأجيز ما أمكن.
العلماء نوهوا بالإنفاق، وذلك لما حث الكتاب الكريم عليه والسنة المطهرة في غير ما آية وفي غير ما حديث. لا شك أن الإنفاق تعتريه أحكام الشرع الخمسة، قد يكون واجبا كالنفقة على الأبوين والأهل، وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا، تدخل فيه الصدقة فهي من المندوب. والإنفاق من أعظم أعمال البر، لأنه يزكي النفس ويطهرها من رذائل الشح والبخل حتى ترتقي إلى درجات الكمال، إلى مدارج الكمال. إذن فالإنفاق يوصل صاحبه بحول الله إلى عز الأشياء وأغلاها، ألا وهو الفوز برضا الله جل جلاله والظفر بنعيم جنته الأبدي. لماذا؟ لأن الإنفاق يطهر النفس ويزكيها بنص القرآن الكريم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذا القرآن الكريم صريح، والنفوس إذا زكت نجد أن الله جل وعلا أقسم على فلاح من زكى نفسه، وكان أقسم بأطول قسم في القرآن الكريم: قد أفلح من زكاها. أطول قسم في القرآن الكريم جاء على فلاح من زكى نفسه، فقال جل وعلا: والشمس، هذا قسم، وضحاها اثنين، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها. 11 قسم جاءت على فلاح من زكاها، قد أفلح من زكاها، وقد خاب من دساها. دساها أصلها دسسها، أي سترها بالمعاصي، ولكن النحاة يقولون بأن ثاني المثلين وثالث، بأن ثاني المثلين وثالثهما يبدل ياء، فقال دساها، كما يقول ابن مالك في كافيته: وثالث الأمثال أبدلا بياء، والثاني كالثالث فيما نقل. إذن الإنفاق يخلص النفس من رذائل الشح والبخل، ويخلصها من العبودية للدينار والدرهم. الوارد في الحديث الصحيح: تعس عبد الدينار والدرهم. إذن هذا من خصائصه. أيضا من خصائص الإنفاق أنه يدل على صحة الإيمان، يدل على صحة الإيمان، كما تعلمون في حديث في الحديث بموسى الأشعري صحيح مسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك وعليك، كل الناس يغدو فبايع نفسه ثم اعتقها أو موقها. هون معنى الحديث المتعلق منه بالموضوع، قال: الصدقة برهان، يعني دليل على إيمان صاحبها. يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه: لأن النفوس متعلقة بالمال من طبيعتها الشح والبخل، كما تعلمون المال شقيق النفس، فإذا جادت النفس ببذل المال والإنفاق والعطاء، دل هذا على أن صاحبها يعتقد جازما وعد الله وثوابه، تالي فهي دليل. نصر ما قال هذا حديث في ياسر من المعنى كالعادة: الصدقة برهان، أي دليل على إيمان صاحبها. إذن فالإنفاق والعطاء من أفضل أعمال البر، ولهذا كان العطاء من سمات الله جل وعلا، فهو المعطي، هذا من أسماء الله جل وعلا. نلاحظ معنى الحديث أنه قال: جاءت في سياق أشياء عظيمة جدا: الطهور شطر الإيمان، وهناك كما تعلمون فرق بين الطهور والطهور. الطهور الطهور بالفتح هو الماء، والطهور هو الفعل، الطهور هو الفعل، والطهور هو الماء، كالوضوء والوضوء، أسماء كثيرة أذكرها. الطهور شطر الإيمان، أي نصفه، ذلك لأن الإيمان على قسمين: قسم ظاهر وهو الطهارة، وقسم باطن وهو التوحيد. شطر الإيمان معناها نصفه. والحمد لله تملأ الميزان، بمعنى أن أجرها يملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ
ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، نور لصاحبها في الدنيا وفي القبر يوم القيامة، والصدقة برهان أي دليل على إيمان صاحبها، والقرآن والصبر ضياء. هنا لاحظ أنه عبر بالضياء لأن الضياء نور لكن معه حرارة، لأن الصبر فيه نوع من تحمل، تحمل وفيه نوع من مجابهة النفس. نعم. وبالتالي الحديث بليغ جدا. الصلاة نور بما فيها ذاك، يقال الصبر به يحتاج القدر من المشقة. نعم. قال والصبر ضياء، ما قال نور، عبر بالضياء لأن الضياء نور فيه حرارة. ترى مثلا القمر نور والشمس ضياء لأنه فيه حرارة. نعم. قال والصبر ضياء. وهذا اللي يطلب مني لو سمحتم أن نتكلم عن بين شوي الفرق بين الضياء والنور. والنور نعم. العلماء اختلفوا في الضياء والنور أيهما أقوى. إياك باطل سياق الحديث. سياق الحديث نعم. قالت جماعة من العلماء وهي أكثر علماء اللغة بأن النور أقوى من الضياء، لأن النور مبدأ ومنشئ للضياء. مبدأ ومنشئ للضياء. ترى أن عباس رضي الله عنه بيأتوا الشهيد من دحبه النبي صلى الله عليه وسلم من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق. يقول له وأنت لما ظهرت أشرقت الأرض، أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. إذن قال ضاءت بنورك، انضاف الضياء للنور. للنور نعم. وهذا دليل أن النور أقوى. ولهذا القرآن الكريم جاء فيه مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. نعم. السياق اللي كان متوقع فيه ذهب الله بضوئهم به اللي قال أضاءت. قال ذهب الله بنورهم، عبر بالنور لأن النور أصل للضياء. وبالتالي بانتفاء الأصل ينتفي الفرع. هذا دليل النور انه اصل. وجبل جل ايضا فما اخر تشهد جبه علماء التفسير ان نبي صلى الله عليه وسلم شريعته وصفت بالنور، وصفت بالنور نورا وهدى مبينا هدى للناس، بينما موسى عليه السلام شريعته وصفت بالضياء، بغداتنا موسى وهارون الفرقان وضياء. وهذا السر فيه واضح، لان السر فيه المزيه بين نبي صلى الله عليه وسلم وبين مكانة موسى عليه السلام، كلاهما رسول ولكن مزية مختلفة. مختلفة نعم. هذه مزية منزلة الحبيب وهذه منزلة الكريم. كريم نعم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم وعبر له بالنور لأنه هو الأصل، وموسى عليه السلام وعبر له بالضياء. بالضياء. ترى في أن في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن وهو نور، نور لكل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم النور مستمد منه. ترى في هذا المعنى يقول البصيري وكل آية أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس نور هم كواكبها يبدين أنوارها للناس في الظلم. أنا أعادها دليل النور أنه أقوى من الضوء. نعم. وقال بعض العلماء بأن الضوء أنه أقوى من النور. العكس. لأن الله تعالى قال في محكم كتابه ولجعل الشمس ضياء والقمر نورا ولا شك أن ضوء الشمس أنه أقوى من نور القمر. فأضاف الضياء للشمس والنور للقمر. فمن بعض العلماء يفسر باختصار يقول بأنهم ما هم قاعد مختلفين. نعم. أصلهم اللغوي واحد. نعم. يقال لا من حسب الاستعمال. إن حسب السياق. بحسب السياق. نعم. معناهم اللغوي واحد. يقال بحسب السياق. ترى بعض الحكماء يقول شيء طريف حتى لطيف، يقول بأن النور إنه الضياء هو الصادر من الشيء بذاته، والنور طارئ على الشيء من غيره. مثلا انعكاس، إن قالك ما عليه نور. نعم. وجهه. نعم. عليه نور معناه انه ما هو منه ما هو منه طارئ. نعم. بينما الضياء يكون من ذات الشيء، من مصدر نفسه. توفي من مصدر نفسه. جميل جدا. سنعود. نعم. لكم معالي الوزير لنتحدث عن فضل بعد هذا التعريف الشامل الدقيق، لنتعلم عن فضل الانفاق خصوصا في هذا الشهر. نعم. وعن مجالة الانفاق الى غير ذلك من المسائل التي سنتطرق لها ضمن سياق هذه الحلقه. كما ذكرت أيها السادة المشاهدون الأفاضل، موضوعنا الطبي في هذه الحلقة هو أمراض القلب والشرايين، سبل الوقاية والعلاج، وكذا إمكانية صوم المصابين بهذه الأمراض. نتابعه مالي قبل ذلك توطية لهذا الموضوع مع زميلتي سلطانة خليفة. معدل ضغط الدم الشرياني يختلف من شخص لآخر، لكن المعدل الطبيعي محدد بأرقام معينة، بتجاوزها يصبح الضغط مرتفعاً ويستوجب المتابعة مع الطبيب المختص. فالأمراض المزمنة تشكل مشكلة صحية متفاقمة وجدية،
في شهر رمضان من كل سنة يعود الحديث حول إمكانية صوم مرضى ضغط الدم المرتفع، فهناك من يعتبر أن الصيام قد يؤثر إيجاباً على المصابين بارتفاع ضغط الدم، ومن يرون في ذلك مخاطرة كبيرة. في كلتا الحالتين ينصح بضبط النظام الغذائي للمصابين بهذا المرض والابتعاد عن الأطعمة الغنية بالملح والسكريات. فما الحالات التي يسمح فيها لمريض ضغط الدم المرتفع بالصوم؟ وما أهم النصائح التي يجب عليهم اتباعها في حالة صيامهم؟ شكرا للزملاء في فريق إعداد هذه الحلقة. طيب، موضوعنا الرئيس هو كما تابعنا من خلال التقرير هو إمكانية الصوم بالنسبة للمصابين بهذه الأمراض. قبل ذلك سنتعرف قليلا على ارتفاع الضغط، ما معنى هذا المفهوم الطبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. أنا بدوري نهنئ الأمة الإسلامية والشعب الموريتاني قدوم هذا الشهر المبارك، عاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والعافية والبركة. كما أشكر التلفزة الوطنية على إحياء هذه السنة، سنة الخيمة الرمضانية التي تنفع الناس وتمكث في الأرض. بخصوص موضوعنا أمراض القلب والشرايين وعلاقتهم بالصوم، خلينا من ناحية المدخل نقول أن العلاقة مزدوجة. أولا العلاقة علاقة إيجابية. الصوم في البداية الصوم سبيل من سبل الوقاية جيد من أمراض عديدة مزمنة كأمراض القلب والشرايين والسمنة، حتى أنه طريقة علاج لبعض هذه الأمراض، وبما في ذلك أمراض الالتهابات المزمنة كالروماتيزم وكزيادة الوزن، وحتى أحيانا يعالج به الصرع والأمراض النفسية وحتى في السرطانات أحيانا. والآن المفارقة أن الدول الحديث صوم تصح، لا شك في ذلك، هذا كلام الصادق المصدوق لا يحتاج إلى برهان، ولكن بعد اليوم للاستئناس العلم أثبت. والمفارقة أن اليوم بعض الدول الغربية خصوصا ألمانيا وأمريكا مؤخرا فيها مراكز للعلاج بالصوم، وحتى أن هذه الدول عاد حصص العلاج بالصوم معوضة من الضمان الصحي. أنا حد مش نحكم في عيادة تعالج بالصوم، العيادة لا يتخلصها الضمان الصحي الذي الحصص الله تعطي، لأن صومهم هم ما هو كيف صومنا الحمد لله، نعم النية ما يفهم غير ما لقى صومهم مقشر شوي ملاه يعطي 15 يوم ما أكل شيء و21 يوم نقع ما كلهنا به ملانا، عندنا الحمد لله صوم عندنا الليل وعندنا. فبالتالي هذه العلاقة علاقة إيجابية من ناحية الوقاية. الصوم عادة وعبادة عند البشرية من قديم الزمان، القرآن كما كتب على الذين من قبلكم، بل إنه حتى عند الحيوانات بعض الحيوانات تصوم، ولذلك لا طرحوا دابة ضارك ما هي صحيحة، عنز والله بقرة مريضة ما توكل، هي ما توكل به اللي ما هي عند هي به اللي فطرتها انها لين تعود مريضة اشبه لها ما توكل، توكل به اللي تتعالج تبرأ بالطريقة. يا غير الشقص الثاني، ان حد اصيب او مصاب بهذه الامراض الصوم عنده شروط وعنده اشكاليات وقد يعود مفيد اكيد اذا تم باذن طبيب ومراقبة بشكل علمي، وقد يكون مضر إذا تم بدون إذن الطبيب والله لم تراعى فيه المعايير والنصائح. نعم. إذا رجعنا لسؤالكم عن أخبار ارتفاع الضغط، لأنه هو الآن أكثر الأمراض انتشارا في مجتمعنا وحتى في شبه المنطقة. ارتفاع الضغط يصيب اليوم للأسف كل 3 بالغين فيهم واحد مصاب، معناها 30% من المجتمع مصاب بارتفاع الضغط. وارتفاع الضغط يسمى مرض قاتل صامت. صامت نعم. كالسكري. لأنه ملاه ما يحس بشي. هو عبارة عن الضغط، القلب لما يضخ الدم في الشرايين يولد ضغط. هذا الضغط يمكن قياسه. نعم. تقريبا ينقاس
من 1700 تقريبا لاينك هو اول حد قاسه. لا صدق. وعنده مقاييس فيه 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 معيارين، المعيار المرتفع اللي هو الضغط الشرياني العلوي يالت يعود اقل من 140 اللي هي 14 كلام نحن، نعم، والتحتاني يالت يعود اقل من 9. واضح. هذا هو العادي. المثال انه عود اقل من 13 واقل من 8، غير الطبيعي انه اقل من 14 و9. فوق 14 عاد مرض. فوق 14 عاد قالوا ارتفاع الضغط. الضغط لين اللي يعود يقاس مرتين الى ثلاثه في ظروف جيده، قايسه شخص مؤتمن عنده الخبره في قياسه، يكفي، هذا يكفي للتشخيص مرض ارتفاع الضغط. اشكاليه ارتفاع الضغط شنو هي؟ يقد حد يعطي سنه سنتين ثلاثه بل اربعه خمسه هو عنده 15 16 17 من ارتفاع الضغط. الإشكالية أن استمرار هذا الضغط المرتفع في النظام الشرياني يؤدي إلى تلف الأعضاء المستفيدة من التروية كالكلى والدماغ والقلب، بل تصلب الشرايين، وبالتالي هذه والعينين، هذه المضاعفة، هذه المضاعفة. ان رجاج قد يعود ما هو حاسب شيء وقد يعود ضغطه مرتفع ويقول لك انا ماني حاسب شيء، لماذا انا اقبل الدواء؟ ما تقبل الدواء، عقب 5 سنوات عقب 10 سنوات لا يصاب لا قدر الله بقصور في عضله القلب، يصاب بفشل الكلى. لذلك انا دائما عندي سؤال كنت نطرحه له، انا بوظيفه بحكم وظيفتي انا جراح قلب وشرايين، ومعني بعمليات الناسور. عمليات الناسور هي العمليات اللي يعيننا ويعين مرضاهم ان شاء الله، يعدلوا له الفشل الكلوي تصفيه. واضح. عاده في المقابل نعدلهم، عندي اسئله ما هي كثيره مسولهم عن العمر ولا شنو قال السوابق الطبيه. وعاده السؤال عندكم مرات الدواء عن السكر ولا ما هو هذه؟ تبارك الله ما في عام نذا قد طلعت لي شوي تنسيون وعاقب ذلك تبارك الله ما حسيت بشيء. هذا شنو معناه؟ معناه ان هذا الشخص مرتفع عنده ارتفاع واضح. واضح. هذا متكرر، ما شاء الله ماني حاسب شيء معه وفالي ما وفا، يا غير عام نذا قد طلعت لي تنسيون شوي، هي تنسيون ان تطلع ولا تعود عندها مراقبه تثبت انها قضت معناها انها كانت طالعه ولا يتم لا طالعه. يتم لا طالعه. وبالتالي هذا وبالتالي هي من اكبر اسباب اليوم الامراض، امراض القلب. هي براسها ما هي مرض القلب، هي مرض في الشرايين، هي غير هي اللي تؤدي ل الجلطات الدماغيه. هاي الواقيش الكبار اللي ياسر هون ضارك موريتانيا. الله يصحي. نحن لحقنا لهون ودون، هي 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 سبب ثاني الحجز عندنا في القلب. نعم. مستشفى القلب اللي هم الجلطات الدماغيه. ناشئ من ارتفاعات الضغط اساسا. هذا نعم. هذا هو الاساس، وتؤدي الفشل الكلوي والفشل عضله القلب، وتؤدي لانسدادات الشرايين المحيطيه وانسدادات الشرايين. وبالتالي انا ننصح ان حد كامل شاك او انجبروا عنده ارقام مرتفعه انه يتبين يقيس اخصائي او حتى طبيب عام مؤتمن. هذا جيد لين اللي يعود عنده فيه ارتفاع ضغط اشبه له يقبل الدواء. عندنا اشكاليه سيد معالي الوزير استاذ مختار، يقول لك انا ما نبغي نقبل الدواء، ما نبغي نطبع عليه، قبل سابق يخلق المرض. نعم. لا هو عنده ارتفاع ضغط يقبل الدواء، يقبل الدواء. غير يقول لهم يقول لك انا ما نبغي نقبل الدواء، به اللي سامع ان الدواء حد قبضه انه تقرا فيه تنسيون، وهذا ما هو صحيح. تنسيون براسه قارية. انا حد فات ارتفع عنده الضغط، يعني ما هو حد همته قويه جدا لا يقبل يمارس الرياضه عنيفه وينتهى عن الملح وعدل الحميه متينه حتى صارمه واعر عليه تلقى ضغطها. والله يعود ويكون مريض عاد ارتفاع الضغط كان سببه شيء معين، كيف حد كان مرة كانت حامل، والله مريض كان يقبض شنو الحبوب، نوع من الأدوية خاص، والله أي منشطات أو شيء ثاني كان سبب اللي ينتفى ذاك سبب لا ينتفى الضغط. يعني ذا اللي قالوا ارتفاع الضغط اللي ما عنده سبب اللي هو 90% من الحالات هذا اللي يصيب رجاج ما تلقى عنه يكون بالدواء. واضح. وبالتالي يرتوي يقبض الدواء. واضح. اذا نين نرجع ورصا من يقد يصوم من هؤلاء الناس اللي هم يا ريت نعرفوا ان اولا بعد كاع مريض القلب والشرايين ما يقد يصوم باذن الطبيب. واضح. وهو ذكر عباره اللي يقولوا الفقهاء عباده الجاهل مضحكه ومضحكه للشيطان. نعم. هو حد جدي هو لا شك انه ينوي بعباده بصومه عباده صحيح، لين اللي يعود فيه مرض ولا سول عنه هذه عبادة. أنا بالنسبة لي عبادة الجاهل هذا ما مثلا، بل أنه أحيانا لا يجوز الصوم. وبالتالي حد جدي يقيس طبيبه عادة أسبوع إلى 15 يوم سابق
شهر رمضان. نعم. احنا انا متاكد ان ابتداء من يوم الاثنين دوري يبداوا المرضى. قلت لك انا قد نصوم. الو بالتليفون امي. نعم. الو قلت لك انا قد نصوم. ما نعرفك انا قد تصوم. ما نعرفك ملفك مو قدامي. ثانيا لو انك جدي كنت تعطيك اسبوع سابقة. صح. ولا اسبوعين سابقه. صح. وبالتالي حد يصدق يعرف انه اللي يتعامل معه مولانا بعد. صح. وبالتالي ذي الامور ما يجي هذا النوع من الامور. يا تقعد حد جدي ويجي الطبيب الوقت. طبعا حد ما فات عدل ذا ما زال عنده الوقت الدار كيجي الطبيب ويسوي له. انا نقد نصوم ما نقد نصوم. عاده الفئه اللي تقد تصوم الفئه اللي مرضها مستقر. ارتفاع ضغطها مستقر وتقبض دواء واحد والله دويين اكثر من دويين يقعد بعد قاع صعب تفريقتهم على الاوقات اوقات الاكل. ثالثا يعود حد قاع هو براسه منضبط طبيبه قد يشهد ان الشخص منضبط اصله يجي مواعيده اصله لين اللي يغير له شي دواه قد يفهمه بسهوله اصله لين اللي نعطاه موعد يجي واللي نعطاه تعليمات له يعدلهم. حد اصلا قاع سابق رمضان تطبيق الامور متبرك ما داير حد مشاكل اخرى لا يقول له قبض وقت السحور ولا تقبل ولا ترجع لي عقب رمضان وفرصه عليك تسحر الى اخره. لا حد قاعد يسكنوا على ذاك اللي حد منضبط ويقبض دواء واحد والله دوين وضغطه كان اصلا مستقر وعنده هو القدرة العقلية انه يتابع مع الطبيب وعنده القدرة المالية للوصول. حد مثلا انا نعطيك مثال جندي على الحدود ما مصوم حد شيء ويقبض وقع الى احتاج للطبيب حق معهم وحدات طبية متحركة غير هذا وصول وقع وصول الاسعاف صعيب. نعم. وبالتالي ما شرط عليه يصوم غير حد ساكن في الدشرة وعنده وسائل مادية وعنده مراكز طبية وعنده مراكز طبية وفي ذي الشروط اللي قلت لكم انه ضغطه معتدي مضبوط. نعم. ويقبض دواء واحد ولا دواء اثنين ولا طبيبه يعرفه يعرف انه لازم وهي قد يصوم حتى. نعم. وهذا في سائر الامراض تقريبا. نعم. نفس الشيء. سنتحدث دكتور بطبيعه الحال عن ارتفاع الضغط وهذا يكون صامت وغير ذلك وكيف انت يبدا عند الاشخاص الضغط الى غير ذلك من تفاصيل اللي هامه جدا في هذا الموضوع. مع الوزير معروف عن 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 شهر رمضان عنه شهر تعود فيه ناس قريبة إلى الخير لأنه شهر نفحات خير كثيرة جدا والإنفاق نحن قاعد عند الحمد لله الموفقين الإنفاق والتكافل الاجتماعي الحمد لله من الخصائص اللي عند اللي عند اللي عند مجتمعنا. غير ماذا عن فضل الإنفاق في هذا الشهر وكيف نوفق وعلى من نوفق؟ لو سمحت قبل الإجابة على سؤالكم تكمل اللي قاله الدكتور ما شاء الله جاب شرح وافي. نعم. متعلق بالناحية الشرعية في قضية الناس اللي تعود تصوم وهي ما هي مطلوبة منها. خطبات نذكر قال الشارع عبادة الجاهلي أنها أولا مخالفة ترى في الحديث فيه هلك المتنطعون. نعم. والتنطع اللي هو الغلو وحاجة عدل شنو مطلوب منه. نعم. يقول بعض العلماء الشيخ أدى رحمة الله عليه الكفاء ومن أبيح فطره لضرري أصابه كمرض أو كبري فليس صومه من التورع والدين بل هو من التنطع. واضح انه مذموم. ثاني عباده الجاهل اللي اشار لها العلماء اختلفوا فيها. بعضهم قال انه يؤجر وبعضهم قال انه يؤذر ياثم وبعضهم قال انه قاع لا يمشي بعض سبه لا قاع ما يؤذر ولا يؤجر. ابن ابي جمرته قد نقل في عباده الجاهل اقوالا تفي فقيل يؤذر وقيل يؤجر وقيل لا ولا وهي للشر. إن بعض كان توضيح مشاهد هو الفقه فيه أن يالله نعرفه أن الله جل وعلا كما يتعبد بالصوم يتعبد بالفطر. كان بعض العلماء الأفاضل فيه مرض ما يصوم به ولين يسولوه يقول لهم أنتم تعبدوا مولانا بالصوم وأنا نعبد بالفطر. إذن هل الأعذار يقول بعض العلماء منهم قوم أحبهم الله فخفف عنهم يقدر يعود الشخص فقيه نفسه صادق في ذلك. نعم. من ينطلق منه قاعد يعود الشخص ما هو محتاج للفقيه ولا محتاج للطبيب. نعم. أنا هو عنده قاعدة شيء يضر به طبعا محتاج له في نهاية المطاف. نعم. يقدر من يعود مبدأ القضية نياس من الناس يتحاول يتهرم من مسؤوليته الصوم. نعم. ويديرها على ظهر الفقيه ولا على الطبيب. نعم. وهو يعود له ما الطبيب كي قال دكتور انا ما عندي فطرك انا ما عندي سواك ولا عندي تاريخ. نعم. الفقيه اللي يقول له حكم شرعي هذا النوع قاعد بالاساس الفقيه فيه الطبيب به اللي الحكم الشرعي فيه مبني على راي الطبيب. واضح. وبالتالي ضروري فيه الشخص يعود عنده طبيب وعنده ملف واضح له وياك يعود فتوى الطبيب متابعه بناء على فتوى الطبيب. نعم. اللي مقدمه هو. نعم. والفتوى الفقيه مبني عليها ياك يعود فتواه. واضح. قلت ما يخص الإنفاق كيف تحدثتوا. نعم. الإنفاق لا شك أنه بشكله فضل عام
وفي هذا الشهر عندك حديث الصحيحين والأحاديث كثيرة. نعم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس حديث عائشة، وكان أجود ما يكون في رمضان. وكان إذا جاء العشر الأواخر شد مئزرة وأحيا ليله وأيقظ أهله. ترى في هذه أمتي انتخرف السياق اللي جاء فيه هذا أجود كان كالريح المرسلة. نعم. إذن هذا دليل هو ترى من المسلمات عند الفقهاء أن الطاعة والمعصية تعظم بحسب الزمان والمكان. عظمت الطاعة والعصيان عظمت الزمان والمكان وعظمت الطاعة والعصيان تالي هذا كأنه من المسلمات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خصص رمضان وجب العشر الأواخر جمع أشياء تبين أهمية الجود في ذا الشهر بصفة خاصة. طرف أنه قالت شد مئزره شد مئزره. اختلف العلماء الحديث تفسيرها، بعضهم قال تفسيرها أنه كنا عن جد في العبادة، وبعضهم فسر تفسيره اخر زين من ذاك نشد ازاره كنايه عن ترك الاهل، لان ترى في كان النساء يستلزم حل الازار. غير عائشه بليغه جدا عبرت بالملزوم وهي تريد اللازمه، لان ترى كان النساء يستلزم حل الازار. وهذا القران الكريم جاء فيه نظائره، ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صديقه كان ياكلان الطعام. ومعروف انه ياكل الطعام اللي هم بشر. القرآن الكريم ما يجي به العبث قد يأكل عن الطعام، هذا عبر ملزوم والمراد اللازم كناية عن قضاء الحاجة. يقال وعبر بالملزوم اللي هو أكل الطعام لأنه يستلزم قضاء الحاجة. القرآن الكريم من بلاغته ومن أدبه ما يجي فيه ذيك. إذن هي قالت شد مئزره، معناها ترك النساء. ترك الشاعر يقول قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون النساء ولو باتت بأطهاري. القرآن الكريم جاء فيه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهذه مما من هون عند النحاة معنى بعض. نعم. حتى تنفقوا بعض ما تحبون، ولهذا قرئت بعض ما تحبون. ترى في المال يقول الفية بعض وبين وابتدئ في لمكنه بمن وقد تأتي لبدء لزمنه. بعض لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. احنا عرف ان بني البر انه متعدل به اللي قال في الآخرة ان الابرار لفي نعيم. في نعيم. اذا معناه من نال البر سيكون في نعيم بالآية الأخرى الصريحة ان الابرار لفي نعيم. قال هون لاحظوا أهمية الإنفاق، انه كونه ملي ما يحب الشخص ما هو الذي تنفق. ترى ولا تيمم الخبيث من تنفقون. نعم. لا تيمم تقصد الخبيث معناها الرديء. نعم. ما يلا الشخص لكن اللي يبقي بار متمكن منه يارطه ولينفق منه بذلك وليثا. ولهذا منين جاءت هاي الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. جاء أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وسلم وقال يا رسول الله إن لي حائطا بالمدينة هو أغلى ما أملك وأحب أموالي إلي. نعم. أبى تصدق به؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل؟ قال له نعم. قال له بخن بخن ربح البيع. بخن 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 كلمة يقولها العرب عند الرضا بالشيء والإعجاب به. بخن بخن معناها حتى لزين. كلمة ثانية تقال عند الرضا بالشيء والإعجاب به. قام وأعطى حائطه في سبيل الله. ولهذا نلاحظ في سياق الآية الأخرى أن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخره. جاء بقدر من أعمال الخير. نعم. إشارة أن هذه أعمال الخير كاملها ما لها حد البر يكون لا أنفق مما يحب. واضح. هو قدر من أعمال الخير المتعدلة. يقال هذه الآية الأخرى في القرآن بعضه يبين بعضا، المجمل يبين والمطلق يقيد والعام يخصص. نعم. هذه الآية الأخرى اللي شفيها نيل البر بالأعمال اللي معها كاملها وأقام الصلاة وآتى الزكاة إلى آخره. نعم. ما له قد حد ما أنفق مما أحب ما هو ليجبر درجته هي. به الآية الأخرى قالت لن تنالوا البر، وعندنا ترى في اللن تفيد التابيد على خلاف طويل جدا. نعم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أي بعض ما تحبون. إذا هذا لابد مطالبين بالإنفاق ومطالبين بأنه عود ملي مما يحب الشخص. منين خرصوا الآية الأخرى؟ آيات الكثيرة نجبر وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وترى مطابق مع الحديث الصحيحين، الحديث الصحيح ترى ما من يوم يصبح العباد إلا وملكان ينسدان، يقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا. إذا في ذا الوعد له بأنه زاد مثلا من أنفق سيعوضه هو ترى في قرض. ولهذا جاء القرآن الكريم الله تعالى كما يعبد بالنفس يعبد بالمال. القرآن الكريم قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. هذه الآية من نزلت بكاء أبو بكر الصديق. قالوا ما أبكاك يا أبا بكر؟ قال لهم يعطينا يقرضنا
ويجازينا ويستقرضنا. هو هذا ترى في الحقيقة هذا مال الله، هذا ترى من كرم مولانا، هذا مال الله. هو العاطي وهو اللي أقرض وهو اللي استقرض، تالي هو العاطي وهو هو اللي يثوب عليه، وهذا ياسر من ياسر من كرم مولانا. يقول بعض العلماء في هذا المعنى: ألم ترنا نهدي إلى الله ماله وإن كان عنه ذا غنى فهو قابل، وما ذاك إلا من كريم فعاله، وإلا فما في ملكنا من يشابهه. إذن كونه يعطيه وعقب ذاك يعود يثيب عليه، هذا منقبة عظيمة ما يلا تفوت، ما يلا تفوت تفوت أي مسلم عاقل. جاءت الصدقة، والصدقة كيف إنها داخل في الإنفاق. قالوا العلماء: لما يتمنى الميت الرجوع على الصدقة حدها؟ لأهم ميت بعد موته ما يتمنى، ما هو الرجوع للصدقة به اللي قال: لولا أخرتني إلى أجل قريب، فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. الصدقة أصلا أتصدق وأكون من الصالحين. يعني بعض العلماء الأمانة، بعض علماء التفسير يقول أن الصدقة هو مراد به السكة، فصدقة معناها بالصلاة، وأكون من الصالحين معناها بالحج. يقول الميت أنه يتمنى يرجع، إياك يؤدي السكة وإياك يؤدي الحج، وأكون من الصالحين معناها بأن حجة. قال ابن عباس يقول: ما فيه ميت، ما فيه ميت يتمنى يرجع لشيء يكون حد فاته الفضيلتين، فضيلة الزكاة وفضيلة الحج به الآية كان صريحة في ذلك. وعلى كل حال بغض النظر عن السكة داخلة في النفقة، يعني قلنا النفقة داخل فيها بشكل عام الواجب كالزكاة، ونفقة الأقارب الواجبين كيف الوالدين والأولاد والأهل، وداخل فيها النفقة المندوبة إلى آخره. إذن هذه الآية صريحة. ثانيا الإنفاق جاء وصف للمتقين، متقين وتصف بالإنفاق. الفلام مين؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن جاء في مقام عظيم جدا به للمتقين، وتصف عقب ذلك من هم المتقين. تقوى ترى في اللغة معناها معروف، الأصلها المقابلة. ترى من قولت النابغة البياني: فسقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليدي، معناها قابلتنا. والتقوى في الاصطلاح امتثال المؤمرات واجتناب المنهيات. المتقين وتصف باش جهون مقام الإنفاق مع الإيمان بالغيب والصلاة، وهو معظم شيء. ترى في الذين يؤمنون بالغيب يعني بالآخرة وبالجنة وبالنار وبالحشر وبالصراط، لأنه غيب. وبعضهم قال أن الغيب معناها بالقلوب، لأن الغيب عين قال للقلب. من الغيب معناها بضمائرهم. ترى هو من قبل آمنا وقد كان قومنا يصلون للأذان قبل محن، وبالغيب آمنا معناها بضمائرنا. يقول الشاعر في المجال: وبالغيب آمنا وقد كان قومنا يصلون للأذان قبل محمد عليه الصلاة والسلام. إذن جاء في مقام لأنه منهم بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم، ما قال يؤتون الزكاة ولا قال يصوم، جاء الإنفاق ومما رزقناهم ينفقون. ترى من التبعيض ملي أن القرآن الكريم يدل أن كان المطلوب فيه عود حدود الشرع، المطلوب أن الرجال ينفقون عنده كامل يكسب الفقير، جاء التبعيض من يقال بلك الشروط عود الإنفاق لوجه الله الكريم ويكون مما أحب عود بك، ولي عدد الشح من ميزات الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، بيدين يتحدى ينفق يقعد يقول له ليت فقرة يأمركم بالفحشاء. في تفسيرين بعضهم فسرها بالبخل، ترى للفحشين قال للبخل. واليوم نقول طرف من العبد يقول: أرى الموت يعتام الكرامة ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد، معناها البخيل. أرى العيش كنزا ناقصا كل ليلة وما تنقص الأيام والدهر ينفدي. وبعضهم قال أن الفحش مراد به الزنا، وقع كامل كل حال بعد عمل رديء. إذن من خصائص الإنفاق أنه شو المقارنة؟ الشيطان يعدكم الفقرة ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة من غضب، معناها الموازنة. هذا يعيد بوعد الله وهذا وعد الشيطان. كذلك جاءت صيغ الإنفاق في القرآن الكريم مصرح به لفضل الإنفاق: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. شوف هذا ما يحتاج شرح، واضح للجميع. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، يقول عاقب ذلك شيء والله ضاعه لمن يشاء. ونلاحظ الإنفاق ندال مع أشياء القرآن الكريم جاءت فيه أشياء أجرها ما هو محدد. هنا جاء الإنفاق ورابعها شو الصبر.
هو ترى معروف أن الحسنة بعشر أمثالها بنص الكتاب والسنة. يعني خارج أشياء لعظمها الله جل وعلا فتح باب الثواب فيها. لم يحدد الثواب فيها. مفتوح. معناها مفتوح. معناها أنه يعلم لا ملانا. العباد ما يعرفوه. واحد الصبر. قال إن ما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر هذا من الأشياء اللي يجلق صريح القرآن. واحد الشكر. شكر النعم. روى شكرها معناها شكرها باللسان وشكرها بالجنان وشكرها بالعمل به. طلب الشكر صرف العبد ما أولاه مولاه من نعمه وفي رضاه. إذن الشكر زاد هو. قال وسيجزي الله الشاكرين. هذا هم اللي يفتحها. لم يحدد. أولا أولهم الصبر. نعم. نفس أجرهم بغير حساب. والله. الشكر قال وسيجزي الله الشاكرين. جم اللي في الصوم. صوم اللي. الجرم اللي فيه مفتوح. ترى به اللي جاء في الحديث القدسي قال جاء في الحديث القدسي زيادة أن الصوم باطل الأجر فيه الأجر فيه مفتوح. الرابع اللي ندور باطل محل الإنفاق وطلع مثل لازم الليل بما نتكلم عن إنفاق برمضان. صحيح صحيح. والله ضعف لمن يشاء. من قال ضعف لمن يشاء انفتح الباب. زين سمعت عاد معناها الدليل الإنفاق معاودة ربعاية اللي أجرهم قاع في الحقيقة يعلم الله ملان يعلم الله ملان. واضح صحيح. طيب هذا من فضائل نفاق. نعم. فضيلة الشيخ فم سؤال ينطرح دائما على من ننفق؟ سواء كان في ماتية مثلا مطالبين مثلا من نفاق على الأقربين والله نفاق على الجيران ماذا على من ننفق؟ هذا السؤال فات ينطرح في القرآن الكريم وجاوب القرآن الكريم يسألون لك ماذا ينفقون؟ ترى الصحابة وهذا يجبوه البلاغة بأنه نعود السؤال ما هو بلو يعود جوابه بلو نوع من تأديب السائل. هما ترى الصحابة سووا لنا وسلم عن نوع المال اللي ينفقوا شنه. نعم. يكانوا ذهب مثلا والله فضة والله زرع والله إلى آخره. نعم. يسألونك ما لا ينفقون ينفق. معناها أي شيء ينفقون. القرآن الكريم جاوبهم يغير جاوبهم بدل ما سولوا عنه. نعم. إياك يشير لهم إشارة لطيفة جدا بأن كان ينبغي أن يكون السؤال ليس عن نوع المال المنفق بل يكون السؤال عن من ينفق عليه. واضح. قل ما أنفقتم من خير لمصرف سؤالكم فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. لأن القرآن الكريم بيّن أن المهم ما هو قضية المال المنفق. المهم أنك يعود وصل يد الشخص المصرف. إذن الإنفاق هي مسألة مهمة. ترى بعض الناس يستقل أنه ما ينفق شيء مال معين والله شعود لا والله نعود ثوب ما هو زيد والله كذا. نعم. هذا ما مطلوب. هو كل ما عندك فهو معتبر شرعا. يعني القرآن الكريم بيّن ما مهم نوعية المال المنفق. استشكلوا الصحابة عليهم السلام جاء القرآن يأدبهم أن السؤال كان ينبغي هو ما جاوبهم ما قال لهم المال المنفق كذا وكذا وكذا. نعم. هم سولوا عن نوعية المال المنفق. نعم. القرآن ما جاوبهم عليهم ما قال لهم انفقوا من الذهب والله من المال من الزرع ومن كذا. نعم. بيّنهم أجابهم ببيان المصرفي ليبين لهم بطريقة لطيفة جدا إن كان ينبغي عن السؤال يعود عن من ينفق عليه وليس عن نوع المال المنفق. انطرح قديما يقول بعض الأدباء إن الصنيعة لا تعد صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنعي. معناها إياك تعود الأمور مقبولة تعود وصلت إلى الفقير. وهذا فيه إرشاد القرآن الكريم عنده أشياء كثيرة من هذا. لهلة نبي صلى الله عليه وسلم سولوا عن الهلال. قال له شنو هو مرة يعود يكبر ومرة يسقط. وجاوبوا بغير السؤال. سألونك عن الهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ما قال له علة كبرها وصغرها. نعم. ونجاوبوا بالحكمة التي يكبر الهلال من أجلها ويصغر. إذن نوعية المنفق المهم هو أن يكون الإنفاق خالصا وأن يكون وصل يد الشخص المستحق. واضح. نعم. سواء كان قريبا أو مسكينا أو يتيما أو والدا. القرآن الكريم جاء بيّن من بعض سؤالكم كان مهم والقرآن الكريم أجاب عنه إجابة صريحة. صحيح. شكرا جزيلا. طيب دكتور فيما يخص هذه الأمراض هي معروف كما ذكرتم فمات مجموعة من الأمراض صامتة ومن ضمنها بطبيعة الحال للأسف الشديد مرض هذا المرض مرض ارتفاع ضغط شرياني. عادة كما ذكرتم أيضا ما فمات أسباب محددة على العموم شنو عامل الوراثة فيه وما هي الأسباب اللي يعيدوه للأطباء فمات هي بعض الأسباب اللي يعيدوه للأطباء وعادة تظهر أيضا يظهر على ضغط عند كم من العمر. الحمد لله رب العالمين. سؤالكم ممتاز غير كالعادة لحين سابق نبدأ فيه نعقب على اللي قلنا قبيل شوي في أخبار فوائد الصوم. نعم. فوائد الصوم قلنا أنه مفيد في أمراض القلب من ناحية الوقاية إلى آخره. غير هذا بشرط
نعم. يعود ذا الصوم مولي ما يليه إفراط في الأكل في الليل. واضح. أنا عندي مثال دائما نذكره هو مثال المخزن. هو الصوم عبارة عن فترة نحن المسلمين نفرض علينا مولانا للتعبد، ولكن فيها فوائد جسيمة، والعلم اليوم أثبت أن هذه الفترة التي يخلق فيها الصوم الجسم يتخلص من ذا المتراكم عنده من الطاقة أساسا من السكريات ومن الدهون خارج رمضان. نعم، ذا اللي كان يخزن الجسم تعود قديما الفترات من المجاعة والمصاعب إلى آخره، وبالتالي هو لين يرى أي فائض من الطاقة خصوصا السكر والشحوم يخزنها، ما يعرف في النهار من قد النهار كانوا لا يرادوا كيل الصبح والنهار، وبالتالي خزن الطاقة لديه. يا غير فترة نحن ذا الزمن عاد التخزين أكثر فترات الحمد لله تخزين ياسر، وبالتالي في نهاية العام لين يجي فترة الصوم ينقص له كيل يراد جسم فرصة أن يوخذ ذلك المخزونات لديك، ولين يوفى الصوم يبدأ أمه اللي خزن من جديد. أنا نضرب المثال أن لاكي الثرقاج عنده مقازينة في نهاية العام لا يعدل رقلته لا يوقف الشراء، لا يقول حين بعد قاعد نشتري البضاعة لا يعود فيها شلافة تاريخ وحنوخذ عني ذا كامل ونظمها ونصقلها ونوخذ عني ذا كامل فيها. راه ولين توفى ذي فترة الرقلة اللي هي فترة راني نعيد تنظيم مخزون اللي ذلك عاد مشاهد للأسف أن نصومه في النهار حق 12 ساعة لا. وبعضنا قاع ما يغير نمط حياته نهائيا أنه ظل راقد إياكم اللي في الليل لين يوعى يوكل أضعاف المضاعفة وقع كان شبه يتم واعي ولا يصوم من ناحية الغذائية هو نتكلم من ناحية الغذائية أكثر حتى الله يوكل وقل مجهود الله يعدل وبالتالي عادت فترة قاع تسمين ما ثلاث فترة ما ثلاث فترة حمية ما فترة صحية ولا حمية ما ثلاث فترة حمية وبالتالي هون يالت الناس تنتبه شوي لهذا، وعلى الأقل نحاول ضبط سلوكنا الغذائي وخصوصا التنقيص من السكريات والمعجونات عكس ما هو ذرك الموضة حد ما أطرح جميع المعجونات وجميع المعجنات الحمد لله يزيد لنا وليكم الخير والسكريات كينو مثلا ما حسن رأس والله ما حسن أهله يالت نشوفه طريقة مجتمعية لكن غيروا ذي الفكرة وهذا خطير خصوصا على المرضى. المرضى يعود فترة رمضان فترة زيادة في الحمية بالنسبة لهم أو على الأقل الامتثال للحمية بشكل جيد ولا تعود فترة اللي كان منهم عد الرجيم كان منهم عد الحمية تخسر لك الحمية ليك وبالتالي هون شيء مهم ما يعرض مريض القلب والشرايين وصاحب ارتفاع الضغط تخسر حميته في رمضان، كذلك ما يعرض يوقف رياضته إذا كانت عنده رياضة ما أنه بما عد رمضان ويقعد يعود شوي مجهد شوي فتنان لا الجسم يتحمل الرياضة في رمضان اللي كان يعدل رياضة المشي يعدلها واللي كان يعدل الجري تم يعدله واللي كان يعدل ترصافي تم يعدله ما يغير شيء لكن اللي يغير ما يبدأ صار رياضة ما كان يعدلها مثلا نقول لك واحد كان يقاطر سابق رمضان وظهر له في رمضان يجري يقول ذاك ما مناسب خلي فترة أخرى وتعود تحت المراقبة إلى عاد اللي مريض لابد له مراقبة طبية وإلى عاد أستاذ رياضة أو كوتش تحت القابلة. نعم. المسألة الثالثة بخصوص خصوصيات رمضان إنه فترة مناسبة للإقلاع عن التدخين. يا جماعة المسلمين التدخين كارثة عالمية وكارثة وطنية من جميع النواحي من النواحي الاقتصادية من النواحي الطبية من النواحي الشرعية وهنا نتكلم تحت مراقبة معالي الوزير التدخين حرام ثم قالكم قلتونا أنه القضية فيه حكم طبي واليوم مات اللي فيه خلاف أن التدخين ضار بصحة ضار بشكل واضح بيلي أثبتتم وضرر نعم وبالتالي ثابت أنه حرام ورمضان فترة توبة يخلط حد الإقلاع والتوبة ويطلب مولانا العافية فترة الدعاء وفترة استجابة الدعاء وفترة تغيير السلوك لأنك عندك نمط نعم حتى وقتك منظم بالضبط حد أعطى 12 ساعة ماكمة يعني نعود عنده شوي من العزيمة وشوي من التوفيق إن شاء الله يوفى من التدخين وبالتالي أنا هنا نحث إخواني المشاهدين والمستمعين على الإقلاع عن التدخين وراه بالمناسبة ما هو صعيب اللي يسهلوا عليه مولانا وياسر من الناس عنده الفكرة ياسر من الأفكار انه حد الوياس ريكني ما يقدر يوفى من الدخان لا بد له من فتره لا غير صحيح يقدر يقلع عنه مباشره يقبل القرار اليوم ويصبح غير صحيح انا عندي مثال طريف ده كان عندي مريض عدلت له عمليه يقدر يوضع كتابني ده للزويرات بالذات يعني عرف راس وعنده فتره المهم عقب العمليه طلبني الاذن في كمي قلت له ابدا
ما تقدر تكمي. انا بعد ما اقدر انصحك بها ويالتك لا تقلع. قال لي انا ماني نكمي ما باذنك. قلت له يا صقع سهله انا ماني قطع عنده هنا. نعطيك الكمي. نعم. خال وعاد كل نهار ونهارين يرجع لي يقول لي انا لابد لك تاذن لي في الدخان. قلت له انا ماني اذن لك ان شاء الله. لين طالت القضيه طال اسبوعين ثلاثه وهو يجيني تقريبا يوميا. قلت له يا اخي انا شرحت لك ان الدخان ما ضروري ولكن انت كمي. قال لي قلت له ولك حرام. حرام قلت له حرام. قال لي ما تريدين كمي. مشى عندي. عقب اسبوع رجع لي قال لي دكتور انا من يوم مشيت من عندك ما تخممت قاع بالكمية. روايه نفسيه بحته. وبالتالي الاقلاع عن التدخين من الاهداف اللي على حد منظم يكتب اهدافه في رمضان. رمضان نعم. منها انه الاقلاع عن التدخين ان شاء الله. ان شاء الله. بالعوده لسؤالكم كان عن الامراض الصامته. نعم. والامراض هذه الصامته مشكلتها انها ما عندها سبب معين. عنده شيء قالوا عوامل خطر. نعم. هاي العوامل الخطر واحد منها ما يؤدي للمرض. مثلا عوامل الخطر بالنسبه لارتفاع الضغط او امراض القلب عموما. نعم. هو بعد قاع جنس الذكر هو اكثر عند الذكور. عند الذكور. ذكور من الاناث. نعم. غير ما معنى ان كل راجل لا يصاب. نعم. غير اكثر احتماله هو من الاخرين. السن حد يتعدى 45 50 سنه هذا اكثر احتماليته انه غير ما معنى ان كل حد بلغ 50 سنه له. حد عنده وراثه. حد والديه اخواله اعمامه الناس الاقرباء والمباشر اخوته فيهم ارتفاع ضغط والله فيهم سكري والله فيهم امراض قلب هذا عندهم احتماليه اكثر. حد لا يمارس الرياضه عنده خمول من البيروهات هذه مشكله. نعم. هذا يعود عنده احتمال اكبر. الخامس حد عنده طبعا السمنه والله عنده افراط في الاكل. هذه العوامل. وحد ساكن في الدشره وحد ساكن عنده القلق. اليوم ما خليك حد ساكن في الدشره ما عنده القلق. صح. وهذه الستريس عمل. نعم. هذه العوامل المجتمعه تؤدي الى فما صار. وانا بعدنا نشجع الزملاء الاطباء بالذات فما الذين قالوا ارتفاع الضغط الثانوي معناها ارتفاع الضغط مسبب مرض ثاني. نعم. ويارتو لو ودرو شاب اقل من 40 سنه عنده ارتفاع ضغط ما يارتو ينقبض بديهه انه ارتفاع ضغط اولي. يارتو لو ودرو السبب. السبب. نعم. لان في 10% غيرها مهم 10% من ياسر من خرق. هذا عدد معتبر. عدد معتبر. نعم. وبالتالي يارتو لو ودرو السبب وعين الراو الاسباب ولن يعالجوك الاسباب يشفى الشخص من, 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 من ارتفاع الضغط. بعد. طيب بما انه صامت الدكتور هل ينصح مثلا باخذ مثلا قياس الضغط كم مثلا يتردد حد على الطبيب شهرين ثلاثه اربعه ياخذ ضغطه او ماذا؟ ما انا ما ننصح بذاك. ما تنصح لان ذاك قد يؤدي الوسواس. قد يؤدي الوسواس. يا غير اي حد راى فرصه انه يقبل ضغطه خصوصا حد تعدى سن معينه تعدى ال 40 ال 50 مثلا لا قدر الله عنده حمى لا قدر الله قاس طب عنده مراره عنده اي مشكله اخرى وجات فرصه انه وخصوصا الصالين اللي يعود فما ارتفاع انقال له في الوقت عاده الطبيب الاول ولنعود طبيب عام وخصوصا ظروف ما كانت مناسبه وجاي عليه الحمى والى اخره ما هو يقول له فيك ارتفاع ضغط غير قد لا يقول له راقب ضغطك. راقب ضغطك ذيك علامة راقب ضغطك معناها يلا انتبه عقب شهر ولا شهرين يعطيك تقيس طبيب اخصائي ولا تقيس طبيب عام موثوق عندك ثقة فيه وتراقب الضغط ولين يدي يثبت ما اخسر شيء. انا دائما نقول للمرضى انه ارتفاع الضغط وكذلك السكري يقتلوا نوعين من الرواقيش محالين في نوعين من الرواقيش محالين اكرمكم الله اللي هم الضغط السكري. نعم. محالين في الفقراء محالين في الجهال. نعم. الفقير نعيدكم ما عنده قاع باش يداوي عنده اولويات اخرى. صحيح. الجاهل لا يوحل في هذا معلومه في الشربه الفلانيه وهذا لا برحتلو له به اللي كلت شي بارد. نعم. وشي حامي ويوحل في شي من الامور الطقوس اللي هي والترهات اللي يضيع عليه الوقت ولا يقابض الدواء به الدواء لا يقري فيه تنسيون الى اخره. ويوحل في ذلك قد يقدروا فيها 7-8-10 سنوات. عندنا شباب اليوم في مقتبل العمر 40-45 سنة يصفوا من سوى لهم يقول لك أنا ما فالي ما قطع إلا عامنا ذا حق قط شوية ارتفاع للضغط يا بتبارك الله أغرب قاع منهم قد جاني طبيب نفس الشيء طبيب عندك مشكلة ما فالي عام ماضي خلص شوية على المغرب راه عندي 3 جرامات من السكر وتنسيون طالعة إيه وش عدل ما شاء الله ما تيتنوكر السكر عقبها
وقطيت زمن شوي عاد الرياضة عقب ذاك ما أتي النتيجة دي للأسف الشديد. طيب فضيلة الشيخ هذا الإنفاق تحدثنا عن تحدثنا عن على من ننفق وكيف ننفق، نتحدث الآن فضيلة الشيخ عن هذا الإنفاق كيف يكون؟ ترى كان يكون مثلاً هو زين فيه عن عود سري، زين فيه عن عود ما هو معلن، زين فيه عنه ماذا؟ زيد هذا السؤال الملي أيضاً أنت ما شاء الله ستكتب لنا ليلة مرتضى في القرآن الكريم. هذا السؤال الملي في القرآن الكريم شفيه صريح لأنه جاوب للصحابة نعم وصلنا سؤاله الصحابة عن الإنفاق كيف يكون كانوا سرا ولا جارا، وتعرف كلهم عنده فضيلة. هو نفاق جارا فيه فضيلة بنعود يقتدى بالشخص يقتدى به نعم، غير اللي عنده مشكلة بأنه قد يدخل الرياء. والنفاق سرا فيه كل فضيلة بأنه ما داخل الرياء، غير اللي لا ما عالم به حد ياك عود قدوة معنا كلهم نعم. والآن كريم مش عدد جاءوا من ثنتين قال أنتم بصدقاتي فني عماهي وإن تخفوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم. وجاء في آية أخرى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون. هاي الآية بينت الإنفاق مطلوب في الزمن كامل ومطلوب في الحالات كاملة سرا وجهرا ليلا ونهارا. ولذا كان بعض الأفاضل الصحابة رضي الله عليهم وكلهم أفاضل نزلت هاي الآية علي بن أبي طالب كان عنده 4 دراهم، واحد صدق به في الليل، واحد صدق به في النهار، واحد وفعله سرا، واحد فعله جهرا. لأن الإنفاق وحد يختار يشتبر معاه يعدل في الأوقات كاملة يعدل جهرا والله يعلم نيته إياك يقتدى به لغيره إياك به اللي ترى من سنة سنة حسنا فله أجرها وعمل بها إياك عود قدوة في الخير ويعدل سرا ملي إياك يأمل ذاك الجانب الآخر اللي هو جانب 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 جانب, جانب مثلا الرياء ويعدل لأنه هو مطلوب في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان وعلى كل حالة. واضح. ولا كيف قد حد يقول انه كيف تذكر نعم وطرف العلماء قالوا بان الذكر ذكر الله جل وعلا انه يطلب في كل وقت، ترى في القرآن الكريم مشى وبين قدر من الامور المتعددة قال ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والصادقين والصادقات الى قوله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. القران الذكر واحد اندارت معه كثيرا ما اندارت مع الصوم ولا مع الصدقه ولا هذا، لان الذكر عباده ما هو فاصل في الوضوء ولا فاصل في الطهاره ولا فاصل في استقبال القبله وبالتالي طلبت الكثره منه لانه ترى فوائده كثيره. صحيح. عاد الانفاق مالي عاد يشبه الذكر به اللي مطلوب في الاوقات كامله ومطلوب ترى ما هو عباده مثلا مفهوم العباده اللي يلزم وقت معين ومكان معين. والله نعم ذكرتني باطل اللي يقولوا في الذكر طلب كثيرا لان عباده سهله لانه مالي فضل ترى القلب كل ما اذا ذكر القلب رق واذا رق راق واذا راق لاق واذا لاق فاق واذا فاق اشتاق واذا اشتاق اشتهد واذا اشتهد هبت عليه نسائم الجنه. هذا ترى من فضائل باطل الذكر. شكرا جزيلا معالي الوزير. طيب اذا من ضمن الاركان الثابته في برنامج سهره رمضانيه ذكر ركن مباشر من إذن مباشر من هذا المساء سيكون مدينة كيهيدي عاصمة ولاية غرغول. سنمكنكم أيها السادة المشاهدون الأفاضل خلال عبر هذا الركن من مشاهدة صور مباشرة من مختلف ولاياتنا داخلية. نتابع الآن أيها السادة هذه الصور التي تأتينا من الزملاء في مكتبنا الجهوي بمدينة كيهيدي عاصمة ولاية غرغول. وهذا الحمد لله من طبيعة حركة في رمضان ليالي رمضان في ولايتنا الداخلية كما نشاهد جموع من المواطنين ربما يمارسون الرياضة خصوصا فئة الشابة. إذن هذه صور من أحد الشوارع بمدينة كيهيدي. وتفضل مع الوزير. إذن هذه الصور كما تابعت معنا أيها السادة كنا نتابعها مباشرة من مدينة كيهيدي. طيب ماذا عن هو كما قلتم عن الإنفاق عن نوع من الصدقة، صدقة فيها صدقة الجارية وصدقة بالعكس صدقة نوع من الإنفاق بالعكس نعم. كيف يكون هذا؟ فمش من الناس اللي مثلا يخترعوا عود جاري، فمش من الناس يخترعوا عود
ينفق بشكل مثلا يديره في شيء دائم. ياكل علاج جيد على كل حال، هو ترى مطلوب كامل، لكن عنه منه دائم ترى به اللي يدوم دوامي مثلا يتم اجره دائما موجود. مثلا كيف كذا سؤالك باطل في الموتى مثلا. نعم. حد مثلا عنده ميت يختار يعدل شيء متعدل. نعم. يالته عدل له شيء دائم. كيف مثلا يدخل ربينا فيها الم... نعم. شيء من الضعاف. والله يحرث الحديثة، والله يحفر بئر. انت صدقت الماء ما هي فيها اسم الخير. اسم الخير. نعم. طيب هي الماء يستفيدون كل شيء، كل شيء الحيوانات والحيوانات. نعم. حتى الارض والبحري. نعم. الجماد انا حضر. نعم. الابار فيها اسم الخير. للشخص وبعد موته. نعم. وهم ترى يقولون وليس انسان لا ما سعى. مستثنى من هاي الايه عامه. غير مطلق حديث مخصصها. طبعا. بالعمل ترى بان الصدقه والعمل يعدل كل ما عمل الواحد ينقطع الا من ثلاث، صدقه جاريه منها. نعم. تالي الايه يقول باطن مسلم بانه مخصص بك. للدائم كي قلت ما كيفتو شيء. نعم. ولذا يقول العلماء اشر الطعام والدعاء ان بذلا للميت لا خلاف فيه ان يصل. مثلا القران الكريم فيه خلاف يوصل، والاصوين بعد الاصح انه يوصل عن بعض العلماء. نعم. يقال الدعاء خلاف على العموم. الدعاء قل معنا بكم ربي لولا دعاؤكم. الدعاء والصدقه بلا خلاف. اشر الطعام والدعاء ان بذلا للميت لا خلاف فيه ان يصل. يقول صاحب الكفاح والنووي عز انتفاع الميتين بكل طاعة إلى محققين، مع كل طاعة على كل حال الأجر اللي طبيعة الحال. الشيء اللي عنده استمرارية هذا أفضل من غيره. غير بعد كامل متيسر توفي. جزيكم خيرا يا فضيلة الشيخ. طيب إذا نتابع أحد الأركان ثابت كذلك في برنامج أسر رمضاني وهو ركن تساؤلات المشاهدين، نتابعهم هذه التساؤلات الطبية اللي يرد عليها دكتور خالد. بالنسبة لي أنا إن لا إله إلا الله ما نسلم، إن حد يصبر الضغط عنه ما يرتصون، يا غير نسوي الطبيب يا كانوا عنده عند الشخص اللي ذكيه كانوا قد يصون. وبالنسبة لي أنا ديني فوت يسوي الطبيب ويقول له عنه ما يصوم، يا الله يقسم لي الفقيه. السلام عليكم. أنا اختار نسوي الطبيب يا كان حد شن قالوا في الضغط الدم الشرياني، خاصة قالوا الواقش الكبار كانوا يقدوا يصوموا، كانوا زاد ما عنده علاقه، كان عنده علاقه بس ما حد يصوم، ما عنده مشكله والله مود ما يقدر يصوم اللي اخترنا عرفوته. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. انا بسوي دكتور عن المريض مصاب ضغط الدم الشرياني كانوا قد يصوم والله ما. إذا دكتور كيف يصوم الشخص اللي عنده ارتفاع الضغط؟ هذا قاعد تكلمت قبيل عنه شروط الصوم. بسم الله الرحمن الرحيم. المصاب بارتفاع الضغط يصوم أولا بنية، ما هي كيف نية الصوم العادي، ما هي مبيتة الليلة الأولى من رمضان، لابد أن نواها أسبوعين ثلاثة سابقة، وبالتالي يجي بعد قاعد الطبيب. نعم. ولا هي يشوفه طبيبه، والعاد شخص كان يصوم مفروض يجدد له السؤال يقول له دكتور أنا العام لا يصوم كثير العمال الفايتين. لا، طبعا الطبيب علما بمعطيات الحالة المرضية وملفه إلى آخره لا يسوي له ويشوفه ويعدل له فحوص، عادة يطلب له فحوص جديدة العاد ما عنده فحوص، ويتوافقوا كانهم لا يصوموا والله ما يصوموا، ولين يتوافقوا اللي يصوموا بم سؤال ثاني يطرح راسه ايوا دواير اين قبل وينت كان ينقب أول الليل كان ينقب التدوية تقريبا ما تقدر التدوية عادة ما 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 صوموا ما صوموهم وخصوصا فترة زمنية قصيفة. أولا فترة زمنية قصيفة، وثانيا حد يحتاج التدوية معناها إنه حالته ارتفاع ضغطه ما هو متقدم حتى. المسألة الثالثة نوعية الأدوية بروسهم، لأن الطبيب خارج الأدوية ما يصنع معها. مثلا على سبيل المثال الأدوية المضرة للبول والأدوية اللي عندها آثار جانبية على الكلى، هذه الأدوية هذه الطبيب يا لا يبدلها له يا لا يعطيه نصائح خاصة يا لا ينقص عنه الجرعة، وفي جميع الحالات يعطوا إذا قلنا يسولوا كانوا لا يصوم، ثانيا لا يسولوا
كانوا انت قبل دواء تفاهموا عليها سابقا معه ليله الثانيه ولا الثالثه من رمضان. نعم. ده هو تليفون يقول له قلت لك انا قبل حبه انت وقع الطبيب هات نسى الحبه وبعد سقع الطبيب وهو براسه تعود عليه ياسر يردوا ياسر من الناس. نعم. دائما ان الطبيب يبات يخمن به الله. نعم. ذاك ما يصح. نعم. وبالتالي الطب انا دائما اقول للمريض سابق تدخل المعايده سابق. نعم. تدخل طبيبك جيب امورك لا تتكل على ذاكرتك جيبها كاتبها. انا جايبني نعرف حالتي الصحيه. نعم. جايبني نعرف كان لين نصوم. نعم. ولين نعرف اني لين نصوم دوايا لين نقبضوا انت. وثانيا شنو الاعراض اللي تخليني ننتبه. نعم. يعطيني عارف عوامل خطر ولا شيء يعطيني ننتبه. خامسا انت نرجع لك سياده الدكتور. نعم. انت نرجع لك من ركاني لين نرجع لك عقب 3 اشهر عقب رمضان والله يعطيني نجيك اثناء رمضان. اثناء رمضان. نعم. هذه اسئله كامله. نعم. مطروحه. نعم. هذه اسئله يعطيه هو اللي يطرح عنها. إلين اللي الطبيب يأذن بالصوم. نعم. ويعطيه خطة لاتخاذ دواء ومن الخطة دائما من المصوح به أن حد كامل لا يصوم يسوى قاعد عنده ارتفاع ضغط ولا مرض ثاني يارتو يصحر. السحور ضروري جدا أن, إن, 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 إن المريض يقبض سحوره. وحتى العاد من الوقيش اللي ما يأكل في السحور على الأقل يقبض كمية من السوائل معناها يشرب بوش من الماء نص بوش من الماء. شكرا جزيلا دكتور. إذا نتابع الركن الآخر من أركان هذا البرنامج وهو ذكر ركن من برامجنا اليوم غد نتابع بما عليها الركن الأساسي ونعود إليكم. إذن هذه مجموعة من البرامج ليست كل برامج بطبيعة الحال المسترة برامج اليوم القادم وإنما أهم البرامج التي ستتابعون بمشيئة الله تعالى وعونه يوم غد على القناة الأولى من باقة الموريتانية. طيب فضيلة الشيخ فماتي مجموعة من التساؤلات التي دائما تطرح متشددة يعني من ضمنها مثلا صوم المرضع وصوم كذلك الحامل ماذا بهذا الخصوص؟ بسم الله الرحمن الرحيم. صوم المرضع وصوم الحامل. نعم. ولما أبينه وقسمه. بالنسبة للصوم فمش مشتركين فيه. ترى خلي يقول لك حامل ومرضع خافة على ولديهما. نعم. من ينعود زم خوف للولد طبعا فطر واجب. لكن المرضع قسمه التقسام. مرة تعود قادرة على الصيام والإرضاع ما هو مكلفها. هاي حالة أبدأ تصوم. ما جاز للإطعام ولا الفطر. نعم. ومرة يعود الإرضاع مكلفة لكن جاز للإطعام والفطر. ومرة يعود قاع خايفة على ولدها ولكن عود واجب عليها الفطر. يقول بعضهم إن تخف عليه تطعم تفطر وجهز منه في البنان إلى مسطر. بالنسبة للحامل يفصلوا فيها بعض العلماء يفصل فيها يقول إنه من يعود حملها من عند 6 الفوق يعود صيامها قاع حرام. واضح. ومن عند 6 تحت يعود صيامها ما يخسر شيء. نعم. الشيخ العلامة باه والمحمد الأمين رحمة الله عليه في كتاب عن قال الفردوس يقول وحامل 6 أشهر حرم صيامها لخوف الابن من صمم وإن تكون من 6 أقل أباح فطرها الإله جل. واضح. نعم. طيب فماتي كذلك نسمعه دائما هذا اللي صايم بقية يومه متى يكون صايم بقية يومه وإنت عود ما مندوب له مثلا الإمساك. طيب هذا اللي يقول للصائم بقية يومه والله هناك هم ترى خالق أشياء. نعم. حصروها العلماء ما مطلوب فيها الإمساك. معناها أنها ملاها له بقية يومه يقال محصورة. نعم. وبعض العلماء نظم يقول فيه لا يندب الإمساك في المشروع لمفطر لعطش حد عطش حتى. نعم. يعني عاد خاف الهلاكة واشرب. قام النهار له بقية يومه. واضح. كذلك الجوع. نعم. لا يندب الإمساك في المشروع في الشروع لمفطر لعطش أو جوعي ومن ذاك حائض أو نوفساء طهرتها باليوم يخص بالنساء. نعم. ومرضع مات ابنها
وذو السفر قديم والمجنون إن فاق اعتبر ذو مرض صح نهارا أو صبي بلغ في يومه وغير ذا أبي. هاي الأشياء هؤلاء الأشخاص كلهم له بقية يومه. نعم. المريض إذا برأ في وسط النهار عقب الفجر له بقية يومه، والمسافر إذا قديم، والحائض والحائض إذا طهرت كذلك، والصبي إذا بلغ. نعم. ولغيرها يجب عليه الإمساك عليه. طيب كذلك من ضمن تساؤلات المشاهدين اللي دائما يطرحوا انواع الصائمين، نحن الصوم عندنا للاسف الشديد نشوفه الواقي شيء يصهر الليل كامل كما ذكر الدكتور قبل قليل، يصهر الليل كامل ونوم النهار، وهذا الحقيقه من ناحيه صحيه هو الدكتور وضح مساوئ، من ناحيه الشرعيه واضح، من ناحيه صحيه واضح الدكتور كيف قلتوا، حتى من ناحيه الشرعيه كثره النوم يقول العلماء بانها تنقص اجر الصيام، يقول ابن رشد في مقدماته وكره القاضي كثيرا النوم لانه ينقص اجر الصوم، هي واحده. انواع الصيام هو ترى خارج مساله مهمه، نرجو الله ان يكون صومنا صوم المصلحين وليس صوم الصالحين فقط. وعد العلماء فرق بين صوم المصلحين وصوم الصالحين، ما هم واحد. صوم الصالحين متعدل قيام الليل والمسجد والمصحف يغير، بس صوم المصلحين فيه هذه الخصال ويزيد هو بافطار الناس وصله الارحام واعمال الخير الاخر. معناها ان صوم المصلحين افضل من صوم الصالحين. واضح. ان ترى هو كل مصلح صالح، يعني ما هو كل صالح مصلح. نعم. كأن الصالح منفعته متعديه ما هي متعديه لا حياته هو. نعم. والمصلح فيه نفس المنفعه اللي في الصالح، يقال هو ينفع الغير. جميل. كذلك العلماء سؤالكم بعض عن تقسيم الصائمين، قسموا الصائمين الى اقسام. هناك والله الصوم ذاك واحد. نعم. صوم العوام وصوم الخواص وصوم خواص الخواص. خواص. صوم العوام هو اللي ان شاء الله ما نعود نعدل كاملين، اللي مساكوا عن شهوتي البطن والفرج، يقال ما نتقاو الغيبه ولا نتقاو الهزر، لا نتقاو النميمه والامور كامله. نعم. وهذا طبعا ما هو الهدف من الصوم ولا هو اللي عيد منه. هناك صوم الخواص اللي هو الصوم عن الحرامي، عن الكذب، الغيبه، النميمه، وهذا هو مطلوب. نعم. وهناك صوم خواص الخواص، وذوكم اولياء الله. نعم. ذوك الصقاعد عود تصوم مع سنتهم تصوم قلوبهم، يعود قاع ما يخطر في قلوبهم ما هم لنا، معناها صامت جوارحهم صاموا عن الأكل والشرب. نعم. وصاموا عن المحارم. نعم. يصوب السمع والبصر كامل. وصاموا عن ما سوى الله، والترف معناه يقول ابن الفارض ولو خطرت لي في سواك. نعم. على خاطري يوما قضيت بردتي. والله. وهذا ان قالوا خواص الخواص، هذا درجة كبيرة، درجة كبيرة. نعم. الأولياء بعض من أولياء الله يطهان ملانا، يعود قاع لا يخطر في قلبه سوى الله تعالى، وترى عادة عبادة القلب يقول العلماء بأنها أفضل من كل شيء. وذرة يقول محمد الرضا رحمة الله عليه، وذرة من عمل القلب العلي، ذرة لا ذرة من عمل القلب العلي مثل الرضا والزهد والتوكل أفضل عند الله من جبال شمخنا من ظواهر الأعمال. عبادة القلب، تفكر في مخلوقات الله جل وعلا، تفكر في قدرته. العلماء بعض من لطائف لو تسمحون. نعم. يقولوا بأن السفر قسمان، خالق سفر ظاهر. نعم. يدركه الناس كامل، وخالق سفر باطن هو التفكر في مصنوعات الله تعالى وفي خلقه، وهذا هو أفضل السفر. وأجر ما أحسن الضحك الجاري بغير فم، ورؤية غاب عنها هيكل البصر يكون قاطنا ظاهرا، والسر مرتحل فالسيل من دون رجل أحسن السفر. زين. هذا السفر اللي هو الصفر في مصنوعات في مخلوقات الله تعالى. وترى في يقول صاحب ضاد الجنة، فإن نظرت في السماوات العلا وما لها من الشيات والحلا، وسقفها المرفوع من غير عمد، والنيرات المشعرات بالأمد، وما حوته الأرض والبحار، أبصرت ما فيه النهى تحار. إذا هذا صوم الخواص الخواص. إذا هذه مراتب الصيام. ثم لطيفة شوي لو تسمحون. تفضلوا. العلماء خارج مسألة مهمة، يقولوا بأن الإنسان أنه خلقه الله بين نوعين من خلقه. بين نوعين مخلوقات مولانا. اللي هي الملائكة والبهائم. هو ترف الله جل وعلا الملائكة أن خلقهم ما ابتلاهم بالشهوات اللي عند الإنسان. نعم. ترى ما هم مبتلين بالشهوات. صح. والبهائم مبتلين بالشهوات غير ما هم مكلفين. والإنسان اجمع بين خاصيتي البهائم والملائكة، فهو مكلف ومبتلى بالشهوات. الملائكة مكلفون قد ما هم مبتلين بالشهوات، والبهائم مبتلية بالشهوات يقال ما هي مكلفة، والإنسان جمع له بين الخاصيتين مكلف ومبتلى بالشهوات، إلين يتقي الله ويصون جوارحه عما حرم الله،
يرتقي شور الصنف الاعلى، هو بين الصنفين. منين به اعاده اكثر تشبه بالملائكه يرتقي شور الصنف الاعلى، ومنين يخضع لشهوات النفس ولا يحفظ جوارح ما حرم الله، يهبط ينزل شور المستوى الاخفض اللي هم البهائم. اذا النباط ذلك هذه فوائد الصوم، ان الصوم ترى فيه يشبه الملائكه. به اللي ملاك انه يمسكون عن الاكل والشرب وان كان طبعا فتره معينه، لان فهو من يعد حد صايم بالمفهوم الصيام صحيح. الشرعي الحقيقي مفهوم تجليات الصوم وفضائل الصوم يرتقي شهر الصيام في الاعلى اللي هم الملائكه. طيب كذلك من التساؤلات اللي تطرح دائما واللي تثار قاع حوت عند قدر الناس عن شرح القران الكريم. للاسف الشديد نجد بعض الاشخاص اللي يعودوا احيانا يكونوا على درايه كبيره جدا باللغه العربيه غير ماذا بهذا الخصوص نائب الوزير؟ ممتاز. هذا طبعا دائما يخلق خصوصا في هذا الشهر الكريم. ياسم الناس الجرع على تفسير القران في المنابر. على كل حال تفسير القران شوي لا حد يلطو يتكايس معاه. هو ترى في العلماء ذكروا بانه القران ما جايز لحد يفسره يكون عنده توفر فيها 15 شرط. ذكر نظم العلامة الوالد الجد رحمة الله عليه محمد ثابت سيد عمر طالب يقول فيه بعض نظم هاي الشروط اللي تحق لرقاش حد عاد فيه انه قد يفسر القرآن. قد نقل الإجماع بالتواتر على امتناع القول المفسري كلام ربنا القديم في الأزل والكتاب ربنا. ينبط يقول إلا بخمسة وعشرة ترى من الشروط عدها فاعتبرها فلازم إن تنتفي الشروط أن ينتفي بذلك المشروط كالنحو واللغة والبيان والصرف والبديع والمعنى إلى آخره. إن هاي الأمور حد ما متوفرة فيه والله معتمد لشيخ قال للتفسير ما يقدم التفسير ما جائز به لكلام الله جل وعلا ما هو كلام المخلوقات صحيح يحمل من المعاني الكثيره اللي ما هي موجوده بكلام المخلوقات. وبالتالي يلا حد ما هو مؤهل فعلا لذاك ودارس العلوم الشرعيه خصوصا العلوم النحو واللغه والمنطق والبيان ما يلتو واضح ما يلتو يقبل القران بظاهرته بايات الايه الكريمه الواحده تعود فيها اكثر من 20 وجه من التفاسير ويعود الايه الكريمه الظاهر منها ما هو المراد. وبالتالي هذا يحتاج لحد متفلسف فيه شوي والله يعطي الراس العافيه. واضح. نلقي نظرتنا ايها الساده مشاهدونا الافاضل على امساكيتنا. هذه امساكيه صادره عن وزاره الشؤون الاسلاميه والتعليم الاصلي لمعرفه مواقيت الصلاه اولا والامساك والافطار بالنسبه ليوم غد بمشيئه الله تعالى وعونه على عموم تراب الوطن. Thank you.
كانت هذه اذا هي امساكيه امساكيه بالنسبه اليوم القادم وكذلك مواقيت الصلاه على عموم التراب الوطني. طيب دكتور مازال عندنا دقيقتين لا يدعو المعدل دقيقه دقيقه، شنو هي النصائح اللي توجهوا في نهايه هذه الحلقه للمشاهدين وهم متابعوا سواء منهم ذوك اللي عندهم المرض وذوك اللي ما عندهم؟ ذو اللي ما عندهم مرض ننصحهم انهم يحاولوا نصومهم عود مفيد. نعم. وبالتالي قلنا نصوم قد عود مفيد الا بشرط النعود ما يتبعه في الليل استهلاك كبير للنشويات والسكريات. نعم. وزياده الوزن. نعم. واللي منهم مبتلى بالتدخين يحاول يقلع عن التدخين. بالنسبه للمرضى ننصحهم انهم ما فيهم حد يصوم ما هو باذن الطبيب. نعم. تحت الرقاب وانهم يقبلوا الامور بجديه وعليهم بالسحور للمرضى وغير المرضى. واضح. وخصوصا للمرضى اللي منهم يقبض ادويه الضغط ولا يقبض ادويه القلب لابد لهم سحر ولو عاد لا بكميه من الماء ذاك ضروري. يعسوا من تخسر حميتهم ويعسوا من اللي يوقفوا رياضتهم ويعسوا من قطيع ادواهم. نعم. هذا مهم. هذه الامور ذي وعودوا مراقبين وعندهم مواعيد اثناء او بعد رمضان بالتنسيق مع طبيبهم. شكرا جزيلا دكتور. الشيخ شنو تلخيصكم للحلقه وبماذا توجهون الناس لاهل الخير؟ الحمد لله كما ذكرنا بدايه الحلقه بلد من الخير والناس اللي تخير تعدى الخير خصوصا في هذا الشهر الكريم غيره من الاشهر. الحمد لله. ممتاز. الحقيقه هاي الختام نختار نوجه نفسي ووجه المشاهدين الكرام نسأل الله أن كاملين توفيق إن شاء الله أولا في جميع أفعال الخير في هذا الشهر العظيم خصوصا مجال الإنفاق، لأن كيف قلنا العلماء يقولوا بأن المنفعة المتعدية أفضل من المنفعة القاصرة على الشخص، خصوصا التكافل الاجتماعي. الإسلام محض عليه كثيرا. صحيح. وصف الصحابة. الله عليهم أجر. القرآن الكريم قال في وصف الأنصار. نعم. ويثلون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. نعم. عنها فقر واحتياج. نعم. ما دمنا متفقين أن هذا الشهر العظيم أنه الأعمال فيه تضاعف وأن لقمة في بطن جايع أجرها يعلم الله ملانا وأن صدقة الطعام أنها أجرها مجمع لي. نعم. حتى للميت وللحي. يلا نغتنموا هذه الفرصه يا قاعد عود في رمضان وخارج رمضان. احنا مدين في مشكله مهمه يلا انتبهوا لها. نياس من الناس الخيره يعدل ياس من الخير في رمضان ونيه في رمضان يتكفط معه. مطلوب في كل وقت. نعم. ولكن دائما نلاحظ العبادات المنافع المتعديه للغير افضل من العباده البدنيه. شكرا جزيلا. الصلاه ما كبت شيء. نعم. غالبا احد يصلي هالي راسه بينما طيب نصنا قال ذهب اهل الدثور بالاجور. نعم. من ترجعوا شكاوا قالوا له يصوم قال لهم ذلك الله يتيم قالوا يصوم لك وانا اصوم ونصلي لك لكن يتصدقون قال ذلك الله يتيم ان شاء. صحيح. معناها حد طال الله سبحانه وتعالى سعه في المال. نعم. ووفق فيه الانفاق. هذا يغير. شكرا جزيلا معالي الوزير. اقدم لكم الان السجل الذهبي لبرنامج السهره الرمضانيه لتدوين مخاطركم حول خواطركم العفو حول هذا البرنامج و حول فقراته وما تودون كذلك أن يظهر في مختلف حلقات هذا البرنامج سواء الحلقات اللاحقة أو السنة القادمة بمشيئة الله تعالى وعونه. أيها السادة المشاهدون الأفاضل في نهاية هذه الحلقة من البرنامج أعود من جديد لأشكر باسمكم ضيفي معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم التعليم الأصلي السيد داهو السيدي والعمر طالب ودكتور خالد والبية وهو رئيس الهيئة الموريتانية لأمراض القلب. أشكركم أيها السادة المشاهدون الأفاضل على حسن المتابعة والانتباه. هذه الخواط التي يسجلها الآن ضيوف البرنامج تقرأ بمشيئة الله تعالى وعونه على مسامع حضراتكم غدا في الحلقة الثانية من هذا البرنامج عندما تلتقون زميلي محمود الشيخ محمد. إليكم الحين هذه تحياتي وتحيات الطاقم الذي رافقني. دمتم في رعاية الله ومنه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا البرنامج برعاية موف موريتانيا.